في تصريح عفوا حذر صائب عريقات حذر صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية من الآثار المترتبة على استمرار النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية باعتبارها تمثل تدميرا لفكرة حل الدولتين، وأكد عريقات تمسك القيادة الفلسطينية بتنفيذ الحكومة الإسرائيلية لخارطة الطريق، موضحا أن هذا ليس شرطا مسبقا وإنما التزام تجاه عملية السلام.